فلوقنا اليوم في جزيرة ماركريت. أثناء تواجدنا في هاي الجزيرة صادفنا ناس يقومون بمختلف الأنشطة الرياضية، كرة القدم، الكرة الطائرة وغيرها من الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونون بخير. أنا اليوم مع أحمد في جزيرة مارغريت، جيناها سابقا وحبينا نكرر الزياره لانه هسه الاجواء جدا مناسبه وما شاء الله الناس جدا عددهم كبيره. شوفوا طبعا قاعدين هسه هم متجمعين حاليا مثل ما تشوفون على استعراض النافوره. هسه خليكم استعراض النافوره. طبعا انا واحمد قررنا نطلع لانه انا تدرون قبل كم يوم خلصت الامتحانات مالته الحمد لله تخرجت، وهو كذلك يعني خلص السنه الدراسيه بنجاح الحمد لله. فرحنا للجزيره مال مارغريت وهسه رايحين للداون تاون مال بودابست، فبدنا نغير جو وردنا اخوي يجي ويانا بس ادمان بلاي ستيشن 4 فما قدر يجي. وهاي عندنا الكورونا تشينج، لو تبقى اخر طيره فما اصرف بيها. هسه انا حاليا ويا ابو شهاب رايحين نتعشى، بعدنا ما مقررين يا مكان. وهسه جينا ويا ابو شهاب نتعشى في ماكدونالد. مشوار كان كلش طويل بالجزيره واضطرينا بالعاصمه. اي حمودي شلون كان الاكل؟ والله مو هالقد مع الاسف. بالعافيه بالعافيه. الله يعافيك. هسه انا حاليا رايح ويا ابو شهاب، رايح لهم للشقه شويه نغير جو. وبلاي ستيشن وهالسوالف صار لي فتره يعني من التزمت الامتحانات الجامعه ما رايح لهم. هسه اخذ شويه اغراض من الشقه واروح، ودلت المصعد بالغلط. شوفوا يا جماعه الساعه هسه بالعشرة بالليل، بس لانه اليوم اثنين فاحترام لوقت الدوام والقعده المبكره فماكو هسه ناس. هاي لو يوم جمعه او سبت او احد ويكند يعني هاي الشوارع مليانه بشر، وكانه الساعه بالوحده بالليل كلها باشرة دوام. بس بالنسبة لنا الحمد لله متخرجين ومخلصين. احنا هسه حاليا بالمتر الرابع واجباري اجباري نلبس كمامات لما نكون بالمواصلات، فهسه كنا لابسين كمامات.
هسه انا وبشهاب قاعد ننتظر المترو، باقي له تقريبا ايش قد احمد؟ اربع دقائق باقي له ان شاء الله ويجي. وهاي خريطة بودابست، كل المواصلات اربع متروات، الازرق والاحمر والاصفر والاخضر، الواحد واثنين وثلاثة واربعة. هلا هلا هلا. هذا عزوز ده يلعب رينبو، طرشنا طبعا هو صديقه اونلاين، وهذا استاذ احمد رفيق الرحله اليوم. تفضل شويه صوتك يا معود. وهذا كان فلوجنا اليوم في بودابست ويا الاستاذ احمد، وهسه انا عندهم بشقتهم، قلت لكم صار لي فتره ما رايح لهم. الفلوج كان عن احداث اليوم، كانت لنا ببودابست من جزيرة مارغريت، افترينا بالعاصمة. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، ويا ريت دعمكم للقناة، وانتظروا ان شاء الله فيديو جاي. كان معكم احمد سعد، سلام.